خدمة حروف من نور. حياتك يمكن قبل الهوا قلتي لي ده مجرد نشاط ضمن أنشطة مجموعة من الأنشطة من برنامج تحسين مستوى التعليم. خلينا نتكلم الأول عن خدمة حروف من نور، ابتدت إمتى والفكرة جت إزاي؟ إحنا برنامجنا ابتدى من 2018، سيدنا نيافة الأنبا يوليوس لما مسك أسقفة الخدمات. إحنا عندنا برنامج اسمه تعليم الكبار، كان بيهتم بالناس اللي هي تسربت من التعليم وما كملوش تعليمهم، فكنا بنساعدهم ان هم يحصلوا على شهادات ويحاولوا ان هم يكملوا. سيدنا حب يعني يعالج المشكله من جذورها، فقال طب احنا ما احنا نهتم باولادنا الصغيرين اللي هم بيتسربوا من التعليم ونحاول ان احنا نحل لهم مشكلتهم ديت. فمن هنا جت فكره ان احنا نعمل برنامج تحسين مستوى التعليم. بقالها كم سنه؟ ايه بقالها كم سنه؟ احنا من 2018 برنامجنا، من 2018 نهتم من اولادنا اللي هم في مرحله ابتدائي واعدادي. يعني احنا المستهدفين بتوعنا من سن 6 سنين لحد سن 18 سنه. من 6 سنين ل 18 سنه، من مرحله ابتدائي من اولى والثانيه لحد اعدادي، لحد ممكن نواصل ثانوي. يعني حتى الاطفال اللي في المدرسه بتهتموا بيهم، بس مستوى التعليم ما بيكونش كما يجب. يعني هو حضرتك طبعا احنا عارفين ان المدارس مقدسه بالاولاد وكده، ممكن نلاقي في الفصل فيه بتاع 60-70 عيل ووقت الحصة وقت قليل، فما بيقدروش يحصلوا دروسهم كويس. فإحنا فكرنا في إن إحنا نوفر لهم مدرسين يدوهم يذاكروا لهم المواد اللي هما بيدرسوها ديت. فعندنا نشاط اسمه نشاط شجرة الحياة. شجرة الحياة دوت لأولادنا اللي هما مش بيقدروا يواكبوا زمايلهم في المدارس، يعني نتيجة زي ما قلت لحضرتك كده العدد الكبير وقت الحصة قليل، فبنوفر لهم مدرسين يشرحوا لهم الدروس بتاعتهم. تمام. طب ايه الفرق بين شجرة الحياة بما ان حضرتك يعني اتكلمتي عنه وبين حروف من نور؟ إيه حضرتك شجرة الحياة دي احنا بنبقى في اثناء الدراسة، بنبتدي من اول شهر 9 لحد شهر 4، نيجي في وقت الصيف بقى ولادنا ممكن يكونوا هم مستمرين في الفصول بتاعتهم في الدراسة، لكن مش عارفين يعني يواكبوا زمايلهم، مش عارفين الفرق ما بين الحروف وبعضيها، فبالتالي مش بيعرفوا يعني يحصلوا كويس. فعملنا في الصيف، في فترة الصيف، دورات حروف من نور. دي حروف من نور فصول تقوية مثلا؟ لا لا ولا ايه؟ لا لا فصول، يعني هي أثناء الدراسة دي اللي فصول تقوية. لكن في الصيف إحنا ولادنا اللي مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، مش عارفين الحروف، مش عارفين يشبكوا الحروف. تخيل حضرتك تلميذ قاعد في المدرسة مش عارف الفرق ما بين الحروف، ده هيستوعب إزاي المواد اللي هو بيدرسها؟ فإحنا عملنا دورات شجرة دورات حروف من نور ديت، نعلم ولادنا إزاي يعني يشبكوا الحروف، ازاي يكونوا منها كلمات، والكلمات تعمل جمل، وبالتالي يقدروا يفهموا اللي هم بياخدوه. يعني الطالب حضرتك شفتي طلبه في سنه كام مش قادرين يشبكوا الحروف او يتكلموا مثلا او ينطقوا الحروف دي كلمه او جمله معينه؟ حضرتك دي ممكن تكون من سنه اولى ابتدائي لحد، احنا عندنا اولاد لحد تكون كام في اعدادي، ممكن تكون في ثانوي مش بيعرفوا اعدادي وثانوي مش عارفين يشبكوا الحروف مع بعض ويكونوا حضرتك ايوه كلمة أو جملة. ممكن بيحصل صدقيني إن ولادنا، في ولاد كتير جدا مش بيعرفوا. سببها إيه؟ حضرتك زي ما قلت في الأول إن إحنا أعداد الطلاب في الفصل ممكن يكون 60-70 عيل. وقت الحصة نص ساعة، تخيلي المدرس على بال ما يدخل وكل ولد يطلع كشكول وكراسته وهنبص لقى الوقت خلص ومفيش، وهو كمان مع العدد الكبير دوت مش هيقدر يركز مع كل ولد لوحده. فبالتالي هي بتبقى، وفي ولاد تحصلهم ضعيف بطبيعتهم، تحصلهم ضعيف. في كمان حضرتك اهالي في القرى وفي النجوع وفي الكفور اللي احنا بنخدم فيهم ناس بسطة، انا مش بقدر اتابع ابني في المدرسه، هم مش متعلمين فمش عارفين، مش عارفين يعلموا ولادهم. فبالتالي الولد اللي بياخده في المدرسه ما فيش في البيت حد بيتابع معاه، فبتتراكم شويه بشويه بشويه، هو طالع لاقي نفسه مش عارف.